نحكي كمفاجأة، كمفاجأة أنه أنا وقت اللي رحت على الإيفنت أنا ماني عارفانة أنه كانت رح تكون البرنسس باتريكس. حبيت الأكل تبعي، هذا شيء كتير شجعني، عمل لي حافز ودفعني لحتى كمل شغلي بطريقة حلوة. أول بنت سورية من القادمين الجدد بتسجل شركة عن المطبخ الحلبي والمطبخ السوري بهولندا. سوري إذا كتير عم بطلع أصوات بالطبخ، بس هيك المطبخ منكم. سنة 2015 وصلت لهولندا وقعدت 3 شهور بكامب خاص باللاجئين. بالأول كنت عم بشتغل بشكل تطوعي بالكامبات تبعوا للاجئين. حبيت كتير القصة، صار عندي PR كتير قوي. اشتغلت مع حكومة أمستردام كمان كمتطوعة بكذا مشروع وكذا إيفنت. هيك بلشت الفكرة. في كتير صعوبات أكيد، ما في كان ظروف مناسبة لأني أنا أشتغل، لأنه أنا وقت اللي عملت شركتي كنت لساتني ما عندي بيت أو ما عندي كيتشن، ما عندي مطبخ أشتغل منه. اليوم عم بعمل كبسة، والكبسة هي أكلة كتير طيبة لأني فيها كتير بهارات، أكلها كتير على الخضار والرز والبهارات. We serve the food with very high quality and nice looking. We have a lot of vegetarian food, vegan food, and we have also chicken, meat, fish. أنه لما بعمل أكلي عن جد بقدمه بكتير بإتقان، بحاول أقدم كمية حب كتير كبيرة من خلال الأكل للعالم اللي حياتي. وقت اللي بشوف العالم مبسوطة بعد ما تأكل، هذا يمكن أكبر نجاح لألي أو أكبر فرحة ممكن أحققها في حياتي.